السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الرمضاني صحتك في رمضان. في حلقتنا لهذا اليوم سوف نتعرف على التصوير الطبي، ما هو وما أهميته ودوره في الرعاية الصحية. لنتابع سويا تقريرنا التالي ثم ننتقل إلى طبيبنا المختص. التصوير الطبي ودوره في الرعاية الصحية. منذ بدء استخدام التصوير الطبي في أوائل القرن العشرين، شهد الطب فترة غير مسبوقة نتيجة لما نتج عنه هذا الاستخدام من دقة في التشخيص وتقليل لمعدلات التدخل الجراحي الغير ضروري. ويعني التصوير الطبي الحصول على صور للجسم البشري للأغراض التشخيصية العلاجية البحثية، ويعتبر أحد فروع التصوير البيولوجي الحيوي، ويتعاون بشكل كبير مع علم الأشعة والتنظير الداخلي والتصوير الحراري. كما تعتبر بعض طرق القياس والتسجيل الفيزيولوجي نوعا من التصوير الطبي، حتى وإن كانت لا تنتج صورا كما هو الحال في التخطيط الدماغي الإلكتروني أو التخطيط الدماغي المغناطيسي، ولكنها تنتج بيانات على شكل خرائط. وفي المصطلحات الطبية فإن التصوير الطبي يكون مساويا لعلم الأشعة بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك إن شاء الله، أعد عليكم بالخير والبركة. موضوعنا اليوم حنتكلم عن التصوير الطبي ودوره في الرعاية الصحية. التصوير الطبي هو الفرع من فروع أو تخصص من التخصصات الطبية التي بيعتمد فيها على تصوير جسم الإنسان. يستخدم المعلومات الناتجة عن تصوير جسم الإنسان تستخدم في تشخيص الأمراض، أو أنها تستخدم في الكشف المبكر عن السرطان، أو تستخدم في الأبحاث العلمية. الحقيقة أن التصوير الطبي تقدم تقدمات هائلة خلال السنوات الماضية، فمن أول صورة أخذت هي صورة يد، كانت بعام 1895 العالم رونتجن أخذ الصورة لزوجته. وصلنا اليوم لمرحلة أنه إحنا في عنا التصوير الوظيفي اللي هو بيقدر يصور النشاط الدماغ خلال الحركات أو خلال التكلم أو خلال أي إجراءات. التصوير الطبي هو مجموعة من التقنيات تعتمد على مبادئ فيزيائية متعددة. لدينا أجهزة مختلفة تقوم بالتصوير الطبي، لدينا جهاز الرنين المغناطيسي، لدينا جهاز الأشعة المقطعية، لدينا جهاز السونار والأمواج فوق الصوتية، لدينا التصوير بالطب النووي كأشعة جاما أو سبيكت أو بيت سكان. كل هذه الأمور هي تهدف إلى أنه الوصول لتشخيص للمريض ومساعدة المريض، وضع خطة علاجية جيدة للمريض. لابد من التعاون مع الطبيب المحول إلى طبيب الأشعة، لابد من إجراء صورة جيدة يقوم بها فني الأشعة، لابد من يعني إخبارنا بكافة المعلومات القصة المرضية السابقة للمريض، وبعد منها تعرض هذه الصور والأفلام وتجمع كافة المعلومات هذه وتعرض على طبيب الأشعة، وبيتناقش مع الاختصاصات المختلفة من شان الوصول، وبيضع تشخيصه ويساعده في خدمة المريض. التصوير الطبي تطور هائل، صار في عنا اختصاصات ضمن التصوير الطبي، صار في عنا اختصاصات حسب الأمراض. لدينا مثلا الأشعة العصبية، لدينا أشعة طب الأطفال، لدينا أشعة أمراض النساء، في عنا تخصصات حسب الأجهزة. مثلا أنه نحن في عنا تصوير طبي مختص بالأمواج فوق الصوتية، تصوير طبي مختص بالطب النووي والطب الذري، ولدينا في طب بقية أعضاء الجسم، لدينا الأشعة العصبية. كمان في فرع مهم كتير من التصوير الطبي هو أشعة تداخلية. الأشعة التداخلية هو إجراءات يقوم بها الطبيب الأشعة تهدف إلى تشخيص وعلاج أمراض، معظمها هي أمراض وعائية، ممكن كمان يساعد في أنه أخذ العينات والوصول إلى التشخيص النسجي الصحيح. بداية التصوير الطبي كان هو بالأشعة السينية. اليوم الأشعة السينية تستخدم في عديد من الأجهزة، في عندي جهاز تصوير الأشعة المقطعية، في عندي جهاز التصوير الثدي، في عندنا الأجهزة الأشعة السينية والأشعة التنظيرية. بالنسبة للأشعة السينية، الأشعة السينية لها تأثيرات جانبية على جسم الإنسان، لذلك لا يجرى التصوير
لا يجرى التصوير بالأشعة السينية إلا وفق استطباب معين. يعني وقت المريض هو بيحتاج لتصوير لحنا منساوي هذا التصوير، لا يمكن أنه الإفراط في التصوير الشعاعي لأنه يؤدي إلى نتائج ضارة. هلأ في مضادات استطباب أو لا يستخدم تصوير شعاعي عند المرأة الحامل، لأنه الأشعة السينية بتأثر على الجنين في المراحل الأولى من الحياة. تصوير الثدي الشعاعي يستخدم في الكشف المبكر عن السرطان عند سرطان الثدي عند النساء. حاليا ينصح بالإجراء تصوير الثدي إجراءه عند النساء فوق عمر 40 سنويا لمدة مرة واحدة، والمحافظة على هذه الصور اللي بتنتج سنويا ومقارنتها من أجل ملاحظة أي تبدل في حالة الثدي أو حالة النسيج الغدي لدى المريضة. الأجهزة المتطورة الأخرى التي ظهرت مؤخرا هي الأجهزة المقطعية، أجهزة التصوير بالأشعة المقطعية. ابتدت هي بشريحة واحدة، هلأ إحنا عندنا أجهزة متعددة الشرائح ممكن أنه هي تصور جسم الإنسان خلال 4 أو 5 ثواني، ممكن تصور بشكل دقيق الأوعية الدموية وإجراء صورة وعائية للدماغ وصورة وعائية للجملة الوعائية القلبية. لدينا أيضا جهاز الرنين المغناطيسي. جهاز الرنين المغناطيسي بيعتمد هو على تصوير بالأمواج الكهرومغناطيسية، ما في أشعة بالجهاز الرنين المغناطيسي، بيبقى مجال السلامة فيه أكثر من الأشعة المقطعية. ممكن إجراء تصوير للمرأة الحامل والجنين فيه بشكل جيد ومأمون. التصوير بالأشعة بالرنين المغناطيسي أهم شيء فيه إنه هو له قدرة على تمييز الأنسجة الرخوة بشكل جيد أكثر من تمييز الهيكل العظمي. لذلك أكثر استخداماته هي بتكون في تصوير المفاصل والأربطة، في تصوير الأشعة العصبية، في تصوير الدماغ، في تصوير العضلات. من الأجهزة أيضا المستخدمة في التصوير الطبي هي جهاز السونار. جهاز السونار أو جهاز الأمواج فوق الصوتية يعتمد على أمواج غير مسموعة عالية التردد، سميت الأمواج فوق الصوتية، ترسل إلى جسم الإنسان ويعاد استقبال صداها وإعادة ترسيمها على الشاشة بحيث تظهر لنا الأعضاء المختلفة في المصور. يعتبر هو إجراء وتصوير سليم بالنسبة للمرضى، لا يظهر حاليا لم يظهر أي نتائج ضارة للتصوير بالأمواج فوق الصوتية. أهم استخداماته هي تصوير الأجنة، التصوير في الولادة، التصوير الإيكو القلبي هو جزء من التصوير في السونار، التصوير الوعائي والدوبلر، تصوير جريان الأوعية الدموية والأوردة في جسم الإنسان. التطور اللي صار هلا بأجهزة السونار وصلنا لمرحلة هو تصوير رباعي البعد للجنين. رباعي البعد يعني انه نحن بنقدر نصور الجنين وحركة الجنين ضمن بشكل حجمي بالثلاثي الأبعاد وهو عم يتحرك ببطن أمه. ممكن هذا يساعدنا في كشف أمراض معينة ما كانت تظهر على الأجهزة القديمة. لابد من التأكيد على إجراء تصوير طبي بشكل جيد وبجودة عالية. أنا بنصح أنه نحن نسوي صورة شعاعية جيدة لمرة واحدة أفضل من أن نسوي صورة شعاعية غير جيدة متعددة، لأنه بيكون في تعريض أكثر بالنسبة للأشعة، بيكون في تعريض أكثر للمريض، في خطر أكثر للمريض، كمان في عبء اقتصادي، كمان في عبء نفسي على المريض أنه لحد الآن تكرار التصوير هو معناته أنه الفشل في الوصول إلى التشخيص. ننصح دائما أنه يتعاون المريض مع الطبيب بإحضار الصور القديمة، بشرح كافة القصة المرضية اللي عنده. ننصح بتعاون الطبيب المحول إلى مع طبيب الأشعة لوضع تشخيص، وبالنهاية يكون العمل كفريق طبي كامل هدفه هو الرعاية الصحية والوصول إلى شفاء المرضى وإلى تحسين الجودة الصحية. بالختام كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك إن شاء الله، عاده الله عليكم باليمن والبركة وشكرا.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، كما أشكر راعي برنامجنا مستشفى 22 مايو الحديدة. صوما مقبولا لكم مشاهدينا الأعزاء، وذنبا مغفورا، وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.